اللغة متعددة الوظائف في الوجود الإنساني. البعض كالفيلسوف النمساوي لوفيتش فينغنشتاين اعتقد أن وظائف اللغة غير محدودة. فكر في بعض وظائف اللغة: وسيلة طرح الأسئلة، القصص، طرح الفرضيات، الغناء، إعطاء الأوامر، التحية، الغزل، الصراع، وغيرها كتير. بالنسبة لبحثنا في المنطق، من الممكن تعميم وظائف اللغة في طرحين أساسيين: 1- إيصال المعلومات، 2- التعبير عن المشاعر. التركيب اللغوي لجمل نقل المعلومات بيعتمد على مصطلحات لغوية معرفية cognitive meaning، في حين أن جمل التعبير عن المشاعر بتعتمد على مصطلحات عاطفية emotive meaning. الجمل العاطفية عادة ما تحمل معاني عاطفية، لكن أيضا معاني معرفية في نفس الوقت. المنطق وعلماءه منشغلين بالمعرفة البشرية واللغة المستخدمة لإيصال المعلومات، تأكيد ونفي الأطروحات المعرفية، تكوين وتقييم الحجج، وبالتالي وظيفة نقل المعلومات اللغوية هي محل اهتمام المنطقيين. عند دراسة الجمل العاطفية لابد من التفريق بين المصطلحات المعرفية والعاطفية، لكن الجمل العاطفية أيضا تحمل في طياتها في كثير من الأحيان ادعاء قيمة value claim، أي ادعاءات عن الخير، الشر، ما يجب فعله وماذا لا يجب فعله. ارجع لحلقة القيمة الجوهرية. أي ادعاءات نسبية تعتمد على المنظومة الأخلاقية للمتلقي، ومهمتنا تصبح فصل تلك الادعاءات النسبية من الجمل العاطفية عند دراستها عقلانيا عن المعرفة المطروحة فيها. مثلا لو قلت أنا ضد الحرب كحل للنزاعات الدولية بناء على معتقداتي الأخلاقية، الجملة صحيحة بالنسبة لطرحها، لكنها تطرح حكم أخلاقي للمتحدث عن أخلاقية الحرب كحل للنزاعات. البشر عادة في طرحهم للإدعاءات يميلون لاستخدام الجمل العاطفية أكثر، لأن المصطلحات المعرفية تحتاج لتركيب لغوي أدق قائم على الحجج والأدلة. ده بالإضافة لأن التعبير العاطفي عادة ما يساعد على الاتصال النفسي مع المتلقي ويدعم نقل الفكرة بشكل أسرع. فكر مثلا في المرات اللي اتفقت فيها مع طرح ما، يا ترى كان إيه شكل الجمل اللغوية اللي استخدمتها؟ في الغالب كانت هتكون على شاكلة رائع، عظيم، أو غيرها. أو في حالة الاختلاف، غالبا استخدمت كلمات أو جمل على شاكلة سيء، سخيف، غريب، إلى آخره. كلها مصطلحات عاطفية تعبر عن حالتك النفسية تجاه الطرح، لكنها لا تقدم معرفة جديدة. المصطلحات العاطفية تقدم لصاحب الحجة وسيلة لصنع ادعاءات قيمة أو ادعاءات نسبية حول موضوع الحجة دون تقديم الدليل. الطرح العاطفي يشل الحجة المنافسة تماما، لأنه يقطع الطريق أمام المتلقي على استخدام الأدوات المنطقية لتحليل الحجة، لأنه يقدم طرح قيمة قد يتفقون أو يختلفون معه. ودلوقتي فكر في معاني الكلمات والتعبيرات التي تستخدمها يوميا. ما هي وظيفة اللغة في الاتصال البشري؟ وهل التعبيرات اللغوية دائما دقيقة موضوعية؟ وإن كانت الإجابة بالنفي، هل نسبية اللغة تلعب دور في عدم وضوحها؟ ما هو تأثير الغموض والالتباس اللغوي على صياغة التعريفات؟ وهل من الممكن صياغة حجج صالحة باستخدام لغة مبهمة أو ناقصة؟ فكر تاني.